السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مع حضراتكم خليفة الله المهدي المنتظر الأمين أبو عبد الله محمود صابر إبراهيم عبد الكريم، مستشار تعليمي دولي معتمد من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير والاستشارات النفسية وجامعة ويلز البريطانية، خليفة من خلفاء الطريق الأحمدي المرازقة، مراقب دولي معتمد أكاديمية القادة العرب، محكم دولي معتمد أكاديمية القادة العرب، خبير علاقات دبلوماسية دولي معتمد أكاديمية القادة العرب، خبير علاقات قنصلية دولي معتمد أكاديمية القادة العرب، بروفيسور تنمية بشرية دولي معتمد من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير والاستشارات النفسية وجامعة ويلز البريطانية، باحث في الماجستير والدكتوراه دولي معتمد من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير والاستشارات النفسية وجامعة ويلز البريطانية، رئيس مجلس إدارة جمعية بلدنا أمانة للتنمية المشهرة برقم 5528 لسنة 2015، صاحب شركة الهدى للمقاولات إدارة أصول مالية، مستشار مراقب دولي وتحكيم دولي وعلاقات دبلوماسية وقنصلية إلى الآن، كوتشنج ولايف كوتشنج دولي معتمد للتنمية البشرية بالأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، مدرب دولي معتمد للتنمية البشرية بالأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، بروفيسور دولي معتمد من جامعة ويلز البريطانية، مدرب تنمية بشرية، مستشار تحكيم دولي معتمد أكاديمية القادة العرب إلى الآن، مستشار علاقات دبلوماسية وقنصلية معتمد أكاديمية القادة العرب إلى الآن، مستشار مراقب دولي معتمد لدى أكاديمية القادة العرب إلى الآن، رئيس مجلس إدارة جمعية بلدنا أمانة للتنمية إلى الآن. المهارات والهوايات: رياضة الأيكيدو والمشي وتنسيق الحدائق الداخلية وتنس الطاولة، أحب التعلم والتأمل والتاي تشي والتدريب الرياضي وتنسيق الظهور، إلى جانب ذلك عضو في بعض المؤسسات الحقوقية وكذلك بحزب مستقبل وطن وغير ذلك من المؤسسات وغير ذلك. هذه نبذة مختصرة فقط عن الأنشطة التي من الله سبحانه وتعالى عليها بها، وعلى حسب طلب كثير من المتابعين وكثير من الناس جدا من يعني أعطينا نبذة مختصرة، نجد أنك تقوم ببعض الأشياء في مختلف المجالات. طيب مجال تخصص حضرتك، فهذه نبذة مختصرة بأن كل شيء نقوم به أو نعلمه أو نتصدى للقيام به تعليما وتثقيفا وإرشادا فإنما هو من خلال خلفية واستنادا على اعتمادات معتمدة محليا ودوليا بفضل الله ومنه وتوفيقه. مواليد 1/1973 بمنطقة الساحل بشبرا مصر القاهرة، ومقيم الآن بمنطقة المنيب الفخراني من شارع الكنيسة الجيزة. أي طلبات أخرى
هذه نبذة مختصرة وأبدو أنها تكفي لمن أراد أن يتعرف علي. ولي الشرف بكل الناس، وهذه الاعتمادات وهذه الشهادات ما هي إلا طريق لخدمة دين الله سبحانه وتعالى بطريقة معتمدة ومحترمة، لنكون صورة مشرفة أنا وأنتم لهذا الدين العظيم وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما زلنا نتعلم إلى الآن، فنحن بصدد، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بصدد دراسة وإقامة مشروع دكتوراه. أنا لي 2 دكتوراه لم أستلمهم، ولذلك لا أحب أن يقال لي دكتور الآن. المستشار محمود عبد الكريم المستشار، فرجاء ما حدش يقول لي يا دكتور لحد ما استلم الشهادات الدكتوراه بتاعت لي 2 دكتوراه بس لسه ما استلمتهمش. دكتوراه في القانون الدولي ودكتوراه في السلوك الإنساني، وبحضر دكتوراه ثالثة في الحقيقة، تصوير الحقيقة تصويرا من خلال الدراسة ومن خلال جهاز لتصوير الحقيقة من أحدث الأجهزة، وهذا في الطريق إليكم إن شاء الله، وهذه ستكون بشرى سارة لكل خلق الله سبحانه وتعالى، وهي رسالة دكتوراه الحقيقة التي يصور بها عالم الحقيقة من الذاكرة الكونية بإذن الله سبحانه وتعالى. تلك هي رسالة الدكتوراه التي نقوم للإعداد لها في القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسترسل الآن في برنامجكم خواطر قرآنية الذي قد ذعنا عنه قبل رمضان، والآن نحن نخرج كل شهر مرة نظرا للانشغال الشديد في أمور كثيرة كما استعرضت لحضراتكم، فيعني لكي أخرج لحضراتكم فهذا أمر ليس بالسهل لتفريغ وقت لحضراتكم، ولكنكم تستحقون كل الخير، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمستعان بإذن الله سبحانه وتعالى. أحب قبل أن أبدأ هذا البث المباشر في أول خميس من أيام رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى وكل نفس مستضعفة من كل ظلم وجور في الكون، وأن يكون رمضان هذا هو بداية القسط والعدل في كل كون. لا أقسمت عليك يا الله أن يكون الآن هو بداية القسط والعدل في الكون كله وفي، بإذنك يا أرحم الراحمين، وبجدي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الرسول الخاتم. قولوا جميعا آمين وأبشروا. وأوجه التحية للرجال الشرفاء في جميع أنحاء العالم ولكل مخلوق شريف في كل كون الله الذين ساهموا لإقامة القسط والعدل في آخر الزمن على يد الفقير المهدي المنتظر الأمين. وما أنا إلا واحد من المسلمين أقوم بدور قد أمرني الله به، ولكل دوره ولكل دوره، ولا يقوم المهدي وحده بإقامة الدين، ولكن هناك رجال سنعرفهم وسيعرفوننا وسنقابلهم ويقابلوننا، وسنجلس في رمضان هذا إن شاء الله، سنجلس لا لنتفاخر ولكن ليحكي كل منا تجربته وما استفاد منها للأجيال القادمة، وكيف أن النصر دائما حليف الخير، وأنه مهما طال الظلم فلا بد من نهايته، كما أنه مهما طال الليل فإن النهار
يقترب كلما ادلهم ظلام الليل. أبشروا بالفجر والإشراق، اللهم اقبل كل شهيد في المسجد الأقصى الشريف وما حوله الذي باركته، واربط على قلوب المرابطين في كل مكان بالمسجد الأقصى وبالأرض كلها وفي كل أبعاد الكون. الدجال الآن يريد أن يوهم الخلق بأنه يملك شيئا. الدجال وكل الخلق لا يملكون شيئا في الحقيقة، فالملك كله للملك القهار، وإنما يختبر الله عباده ليميز الخبيث من الطيب، ليكون أصحاب اليقين الكامل بأنه لا إله إلا الله في أعلى عليين. أما المرتاب أو الشاك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل ارتيابه وشكه في حقيقة لا إله إلا الله إلى يقين كامل بأنه لا إله إلا الله، فتلك هي الحقيقة، لا إله إلا الله. وما الدجال إلا عبد آبق عاص لله سبحانه وتعالى، وإن لم يتوب هو ومن معه سيحاسبون حسابا عسيرا في الدنيا والآخرة. الله، هو ممكن يتوب؟ أوليس هو عبد من عباد الله، ومش إبليس أب جدي موسى عليه السلام وقال له أنا عبد من عباد الله والإطار؟ الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته وعذابه. هذا هو الإنذار الأخير للدجال وإبليس ومن معه من المهد المنتظر الأمين محمود ابن صابر ابن إبراهيم ابن عبد الكريم ابن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى كل دجال في الكون الإنذار الأخير. وهذا الكلام منبثق من المجلس العالمي الذي يقام بالقدس الشريف، وهو مقام الآن 24 ساعة في 24 ساعة حتى يتحرر الكون كله من كل جور وظلم، ويقام القسط والعدل في كل الكون. فهذا الإنذار الذي استلمته من عقيلة بني هاشم جدتي السيدة زينب بعد انعقاد المجلس للدجال ومن معه. أسلموا تسلموا، الدجال وإبليس ومن معه، أسلموا تسلموا، وإلا فإن عليكم إثم الأولين والآخرين، وليضاعفن عليكم العذاب أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة. أما من ظلم ولم يتوب فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. الذي على كرسي حكم البلاد في مصر عليه أن يقوم أيا كان هو بأمر
من المجلس القيادي بقيادة جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه على من يجلس على قيادة حكم مصر أن يقوم بتحرير الأقصى عاجلا غير آجل إن أراد أن يبقى على هذا الكرسي، وإلا فانظر لمن سبقك. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وعلى الأمة جميعا مبايعة محمود صابر إبراهيم عبد الكريم حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاجلا غير آجل لتحقيق القسط والعدل وتحرير الأقصى وقبله المسجد الحرام. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2، تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3، قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4، العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5، الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة أبديا التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلني وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. توقفنا عند سورة الفلق، الفقرة الأولى من فقرات برنامجكم خواطر قرآنية، فنبدأ بالقراءة الصحيحة للقرآن. كل مسلم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. قلنا قل آية قل أعوذ برب الفلق. نبدأ الآن الآية الثانية من سورة الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. طيب، هذه الآية تبدأ بحرف الميم وهو مرقق ومكسور، ينطق هكذا مي، ثم حرف النون وهو نون مضغم مخفي، نون مخفاة، نون مخفاة في الشين التي في كلمة شر، فتبقى منها الغنة، ولكن تدخل هذه النون الساكنة وكأنها تكون من إيه؟ من صفات الشين، لا يبقى من تلك النون سوى الغنة، فتنطق هكذا من شاء، من لا أصل إلى من شاء، لا لا أصل إلى النون، فالنون ليس موجود منها إلا الغنة فقط، ولذلك فهو لا يضع عليها تشكيل في المصحف، يقول أن هذه النون وكأنها غير موجودة، لا يبقى منها سوى الغنة التي تخرج من الخيشوم بمقدار حركتين، فهي ميم شين مع الغنة، فتنطق هكذا من شاء وليس من شاء، لا تظهر هذه النون ولكنها تكون مخفاة ومغناة من شاء، فهو فهنا إخفاء مع
الغنة في حرف الشين. ثم بعد ذلك حرف الراء، والراء هنا عليها شدة وتحتها كسرة، فهو يشير إلى أنها اثنين راء، راء ساكنة وأخرى مدغمة بها وهي مكسورة، وينطقان عند النطق راء ساكنة وراء مكسورة، ولكن تكتب عند الكتابة تكتب راء واحدة وعليها شدة وتحتها كسرة، ولكن عند النطق تنطق هكذا. من شر ها، هذه هي النون الراء الساكنة، الراء الساكنة بعد الشين شر، ثم الراء المكسورة شر ري وهي مرققة شر ذي. ثم بعد ذلك حرف الميم وهي أيضا من حروف الترقيق وهي مفتوحة تنطق هكذا ما، وبعدها ألف مد فتمد بمقدار حركتين أو ثانيتين ما تنطق هكذا ما. ثم بعد ذلك حرف الخاء وينطق مفخما، فهذا من حروف التفخيم أي ينطق مع ضم الفم هيئة القبلة هكذا خو. ثم بعد ذلك حرف اللام وهو مرقق وينطق هكذا لا. ثم بعد ذلك حرف القاف وهو مفخم وينطق هكذا قار. فنقول حرفا حرفا هذه الآية هكذا: من شر ما، من شر ما خلق. قرأ مرة أخرى: من شر ما خلق. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. بعد تعلم قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مطلوبة لكل مسلم، نشرع في قراءة الحديث الشريف، ومعنا من كتاب صحيح البخاري نقرأ حديثا من أحاديث صحيح البخاري. كنا توقفنا عند الباب 12 من كتاب صحيح البخاري، باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. الحديث 68: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. الحديث 69: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند الحديث 70 من صحيح البخاري في الباب 13، وهو باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. يبقى نقف عند هذا الباب، الباب 13: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. ونقف عند الحديث 70 في هذا الباب الذي يبدأ بقوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. بعد قراءة الحديث نقرأ من كتاب حياة الصحابة، نعرض لتاريخنا العريق تاريخ الإسلام، فنقرأ أقرب تاريخ وبه النسخة المطلوب منا في هذا الزمن أن نقوم بما قاموا به أضعافا مضاعفة، لأننا نواجه في هذا الوقت
الجميل يعني من من عمر الأمة نواجه الدجال، فمطلوب منا نقوم بجهد يعني مضاعف عما قام به هؤلاء الرجال. فاحنا نشوف هؤلاء الرجال اللي احنا مطلوب نقوم بجهد مضاعف عنهم لمقاومة الدجال. قاموا بإيه؟ ويعني اضرب في إيه؟ اضرب في 10 مصداقا للحديث اللي هو إيه؟ إن قاموا بعشر ما أنتم عليه، وإن قام الناس في الحديث العكس. يعني يأتي زمان يعني إيه؟ أنتم إن تركتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابة أنكم إذا تركتم عشر ما أنتم عليه فإيه؟ فهلكتم، ويأتي بعدكم أقوام اللي هم أحباب النبي اللي هو إحنا صحيحين يا أمة الرسول يا أمة الجدي المهدي بيكلمكم ها صحيحين. مطلوب مننا نقوم باللقام بعشر ما قام به، يعني بإيه؟ قد اللي قام به الصحابة 10 مرات. يعني مطلوب مننا أن نقوم لإقامة هذا الدين على منهاج النبوة، ليقام هذا الدين على منهاج النبوة علينا جميعا، علينا جميعا المهدي ومن معه الذي يحدثكم ومن معه، علينا جميعا يا أمة جد الرسول أن نقوم عشرة مرات مما قام به الصحابة الكرام. يعني نقوم بجهد قد اللي قام به الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدي 10 مرات. يعني نشوف الجهد اللي قام به الصحابة، نشوف الأول الجهد اللي قام به جدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام معاه، ومطلوب مننا نعمل قد ده كام؟ 10 مرات. ليه؟ الحديث بيقول إيه؟ ويأتي قوم بعدكم إذا فعلوا عشر ما أنتم تفعلوه، ويأتي أقوام إذا فعلوا العشر، إذا قاموا بالجهد بعشر الجهد فقد نجوا. يعني إيه؟ يعني أقل حاجة خالص في الزمن اللي إحنا فيه ده إنك تبقى زي الصحابة. نقول تاني عشان في ناس فاهمة عكس الحديث ده، فاهم إن هو إذا يبقى عشر الصحابة، لا ده العكس، الصحابي هو اللي عشر يعني اللي مع المهدي قد اللي كان مع جدي الرسول 10 مرات في الجهد والإيمان والرجولة وإقامة الدين. ليه؟ لأن المهدي ومن معه يواجهون أكبر فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض، فلازم يبقوا إيه؟ أرجى الرجال من المؤمنين إيه؟ رجال. فإحنا كده مطلوب مننا نقوم بجهد قد اللي قام بالصحابة كام؟ مضروب في 10 مرات. طب أقل واحد فينا يبقى زي الصحابة، ده يبقى على قده، ده لسه الزمن ما يعني ما خدش وده فيه وعلمه. لا، احنا مطلوب يبقى على قدر المسؤولية الآن. عشان كده في ناس ايه نفسها ايه يبقى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الموضوع لما كل ما بيتطور كل ما محتاج رجالة تكون متطورة مع الزمن. جاهزين يا شباب؟ يبقى مطلوب مننا مجهود، مطلوب مننا إيمان، مطلوب مننا شغل لإقامة هذا الدين قد الشغل اللي عمله النبي جدي الرسول ومعه الصحابة الكرام 10 مرات، قد اللي عملوه إيه؟ 10 مرات. يعني نقوم بجهد على قد، نقوم بجهد لإقامة الدين والخلافة على منهاج النبوة، مطلوب مننا نقوم بجهد مثلما قام الصحابة الكرام مضروبا في 10، أي على ما قام به الصحابة الكرام مضاعف عليهم 10 أضعاف. أي مطلوب مننا نقوم 10 أضعاف ما قام به الصحابة الكرام لإقامة الخلافة على منهاج النبوة وقبلها الدين. أن أقيموا الدين، والدين متمثل في الخلافة على منهاج النبوة. لإقامة الدين فعلينا أن نقوم نقوم بما قام به الصحابة الكرام، نقوم 10 أضعاف
ما قام به الصحابة الكرام. تاني عشان أصل الكلام ده شوية كده إيه محتاج التكرار، بيعلم الشطار. لإقامة الدين في هذا الوقت من الزمن لا بد أن نقوم المهدي ومن معه، يعني الذي يحدثكم وأمة جدي. يبقى احنا مطلوب مننا ايه عشان نبقى عارفين ايه المطلوب، عشان في ناس كتير قوي المطلوب نعمل ايه. مطلوب مننا ان احنا نقوم بعشرة اضعاف ما قام به جدي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام لإقامة الدين والخلافة على منهاج النبوة. جاهزين يا شباب؟ نشوف بقى الصحابة الكرام مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت. يبقى نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت والصحابة الكرام كيف قاموا بإقامة الدين من خلال الدعوة إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضى، لنقوم بعشرة أضعاف هذا المجهود والجهد لإقامة الدين. يبقى ده الأساس اللي إيه؟ اللي هيتبني عليه. شدوا حيلكم يا شباب، شدوا حيلكم يا إيه؟ يا شباب. هنقرأ هنا بإذن الله دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لعمار وصهيب. أخرج ابن سعد عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: لقيت صهيب بن سنان رضي الله عنه على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فقلت له: ما تريد؟ قال لي: ما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. قال: وأنا أريد ذلك. فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. الشغل ها؟ الدعوة إلى الله وإلى رسوله، الدعوة إلى الله وإلى رسوله مستمرة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار اللي إيه؟ النار. إيه ده إزاي؟ هو مش في حسابه فيه؟ هو مش في الله سبحانه وتعالى بيقول أنه يدعو إلى دار السلام؟ ومش في حديث كده في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالمتخاصمين ويرغبهما في أن يعفو أحدهما عن الآخر ليأخذ بيدي؟ يعني الله يعني الدعوة شغالة إيه؟ الله بذاته، الله بذاته بيدعو إلى دار السلام، عايز يودي الاثنين إيه؟ يدخل الاثنين الإيه؟ الجنة. يبقى الدعوة شغالة لحد ما إيه؟ حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ومستمرة إلى أبد الآبدين ولا تنقطع أبدا. الدعوة مستمرة لأن الداعي الحقيقي هو الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن فالدعوة إلى الله وإلى رسوله مستمرة لا تنقطع، أزلية بأزلية الله الداعي الحقيقي سبحانه وتعالى لذاته ثم لجنته ثم لرسوله ورسله، هو الداعي الحقيقي. ولذلك فالدعوة إلى الله لا تزول، دائمة باقية أزلية بدوام وبقاء وأزلية الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها الداعي باق دائم أزلي بالله، الباقي الدائم الأزلي، داعي الله، أجيب داعي الله. فأبشر يا كل داع إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضى. جاهزين يا شباب؟ طيب. فلما أسلموا حصل إيه؟ ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفون. كانوا بيخفوا إيه؟ إسلامهم في الأول. فكان إسلام عمار وصهيب
بعد 34 رجلا رضي الله عنهما. يبقى الشغل ده هو اللي ايه اللي بسببه وببركته نحن الآن نقول لا إله إلا الله وننعم بالإسلام. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ورضاه. نأتي الآن للفقرة الرابعة وهي فقرة التنمية البشرية. وفقرة التنمية البشرية هنتكلم فيها النهاردة عن حاجة اسمها الطاقة. هناخد كده حاجة في إيه، في يعني علوم الطاقة اللي هي البرنامج التدريبي اللي هو تحويل الطاقات. عندنا كده من احد البرامج التدريبيه عندنا في القناه اللي هو برنامج تحويل الايه الطاقه. على فكره انا اي فيديو بس مباشر بحطه على كل القوائم عندي، بحيث ان كل الفيديوهات بتتلمس كل القوائم، يعني هتلاقي كل ايه فيديو بيخدم جميع القوائم، فالعمل كله متشابك ومترابط، وهي خمس فقرات كلها هتلاقيها مترابطه مع بعضها. القناه هنا بتتميز، قناه المهدي المنتظر الامين او قناه المهدي بتتميز بان مواضيعها كلها مرتبطه ببعض ولا ينفك موضوع عن اخر، سواء كان قران او حديث. والتعريف بمقدم هذه القناه، التعريف بالمهدي المنتظر الامين الذي يحدثكم الان، ده كان على رغبه جميع يعني جميع المتابعين تحديدا، حبوا يعرفوا يعني الدراسه ايه، درست ازاي، طب ايه في تفاصيل بقى طبعا كتير، دي عايزه لها قناه، ودي عايزه بقى حكايه تانية نبقى نحكيها ايه فيما بعد، لان كل لحظه من لحظات من يحدثكم يعني تحتاج الى دراسه، سواء كان يعني لما يجي وقته، لما يجي كل شيء له ايه له وقته. مش هينفع تجمع يعني الكرم قبل أن يطيب، يبقى لسه هيبقى مر، فصبرا صبرا. يعني احنا كده خدنا نبذة مختصرة كده، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا. وطبعا العمل من خلال المنظمات الحقوقية، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا ماسك لجنة دعم الجيش والشرطة في المركز الإعلامي لحقوق الإنسان، ده برضو من ضمن إلى جانب حزب مستقبل الوطن هنا في منطقة الجيزة. وتعرض عليا أمور تانية، يعني حزب يعني أنا بعتذر لبعض الجهات اللي أنا ما أقدر يعني إيه، يعني بحب لما أكون ملتزم مع حد يبقى ليا شغل أقوم بيه، وأكون يعني عنصر أو حد يعني إيجابي في المكان اللي أكون فيه. فيعني ربنا سبحانه وتعالى فرغ الوقت ويوفقنا ان احنا نقدر ايه نوفي الامور ايه الامور حقها باذن الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن التنميه البشريه، الطاقه في البرنامج التدريب الطاقه، كيف تحول الطاقه السلبيه الى طاقه ايجابيه، وما هي الطاقه، ما هي الشيء الايجابي وما هو الشيء السلبي. الشيء الايجابي والشيء السلبي بمنظور الهي الايمان والكفر، عشان نجيب من الاخر، عشان نجيب منين، يعني في ناس بتقعد تتفلسف، لا هي ايه، ايمان وكفر. الله سبحانه وتعالى اسمه المؤمن، فمن كان مؤمنا فهذا مخلوق ايجابي، سواء كان رجل او امرأة، ذكر او انثى، انسي او جني، في عالم المشاهدات او في عالم الملك او في عالم الملكوت، كل مخلوق مؤمن بالله سبحانه وتعالى يشهد انه لا اله الا الله محمود خليفة الله، ويشهد للأنبياء جميعا، يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن جميع الأنبياء أرسلهم الله، ويشهد أن محمود صابر إبراهيم عبد الكريم خليفة الله المهدي المنتظر الأمين الآن، فهذا مخلوق إيجابي. ومن في الضد لا يشهد بذلك وإنما ينتمي لإبليس والدجال فهذا مخلوق سلبي. تمام كده؟ يبقى ده الإيجابي وده الإيه؟ ده السلبي، يبقى ده المؤمن وده الإيه؟ وده الكافر. في النص كده حاجة اسمها الوصلة. الناس اللي في النص دي، اللي لا هي مع الإيجابي ولا هي مع الإيه؟ مع السلبي. دول على إيه؟ على دكة الإيه؟ المشاهدين. الناس دي في خطر عظيم، دول اسمهم الغافلون. الايه؟ الغافلون. طب دول على خطر كالراعي كده يرعى بين الحمى.
طيب نصيحتي لدول ايه؟ كن ايجابيا، كن مؤمنا، اشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمود صابر ابراهيم عبد الكريم خليفه الله المهدي المنتظر الامين، وكن معي في مواجهه الفريق الاخر اللي هو ايه؟ الفريق السلبي، ابليس والدجال ومن معه من الماسونيه واتباعهم وازيالهم من خونه الدين الذين خانوا الله ورسوله والانسانيه وتسببوا في السلبيات والظلم والجور في الكون. فكونوا معنا، كونوا معنا بالله، أي كونوا مع الله، أي كونوا مؤمنين بالله، ولا تكونوا في الغفلة. يعني ما تبقاش مع اللي يغلب. طب إذا الظالم هو اللي غلب تبقى معاه؟ إذا إبليس هو اللي معه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ما ممكن كده، أصل جولات ينالوا منا وننالوا منه. حضرتك مع مين؟ لازم حضرتك في أسرع وقت تكون مع مين؟ مع الذين من الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ليه؟ طالما أنك نويت الآن، ونويت الآن، وكل مخلوق نوى الآن الإيمان فقد نجا، تم خلاصه، عاش مات مش هتفرق. وهذا هو أهم ما أرسل الله سبحانه وتعالى به كل النبيين، وأرسلني كذلك بعدهم بذلك، نفس الطريق. أهم حاجة الهداية. أقول لكم بالله وأنشدكم بالله أن تنووا الآن وتبايعوا على الإيمان، لأنه لا يقبل إلا ذلك الآن. الإيمان الكامل والاجتهاد والاستعداد والاجتهاد ومحاربة إبليس والدجال ومن معه من الماسونية. غير كده حضرتك هتبقى مستهدف من كلا الفريقين. ما احنا حضرتك مع مين؟ ما هي معانا مع الله سبحانه وتعالى وحفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المهدي المنتظر الأمين اللي بيكلمك دلوقتي، ومطلوب مننا نقوم بعشرة أضعاف الجهد الذي قام به جدي محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت والصحابة الكرام معاه. يا إما حضرتك مع الجبهة التانية، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب الفرقة اللي في النصف، موضوع أصحاب الكهف، عشان بس ما ناخدش وقت حضراتكم، ويعني ايه، كل عام وانتم طيبين رمضان كده. طيب الذين ينهون عن السوء دول بينجوا، دول في النجاة. الذين ظلموا يؤخذوا بعذاب بئيس. طيب الناس، الفئة اللي هي غافلة، لا هي في اليمين ولا هي في اليسار، لا دي فين؟ طيب واتقوا، الإجابة اهي، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن ما كنتش حضرتك هتبقى في الفريق الذي يحارب ويجاهد من أجل إقامة الدين مع الحفيد محمود صابر إبراهيم عبد الكريم حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاحذر أن تصيبك اللعنة، ولا تركنوا إلى الذين إيه؟ ظلموا فتمسكم الإيه؟ النار. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فعلى كل مخلوق أن يكون معنا بالله في الطريق إلى الله، وهو الدعوة إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضى، وجمع العالم المؤمن، وجمع العالم الإيه؟ مش العالم الإسلامي، عشان بس الكلمة يعني خليكم إيه؟ خدوا بالكم من كل لفظ. وجمع العالم المؤمن بالله ورسله وخليفته محمود صابر إبراهيم عبد الكريم لمحاربة العالم الكافر المتمثل في الشيطان والدجال والماسونية. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى وترضاه. فقولوا جميعا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، ونشهد أن محمود خليفة الله المهدي المنتظر الأمين.
وكونوا معنا في جميع الأنشطة وخدمة الناس ورعاية الأرملة والمسكين وابن السبيل ومساعدة المحتاجين مع إقامة شعائر الدين، وأولها الدعوة إلى الله وإلى رسوله بمراحلها. ووجب علينا الآن جميعا أن يفعل كل فرد مؤمن ما يستطيع لتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى وجميع مقدساتنا من كل ظالم. تبدأ أولا بالدعاء لهم بالهداية أو الخلاص منهم إن لم تكن لهم هداية. يا ده شو ده أول حاجة، سواء كنت صغير كبير كل دي تقدر عليها. كل فرد اشتغل في الدعوة ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل ظالم أو يأخذه إن لم تكن له هداية ويريحنا منه. دي أول حاجة. وتفعل كل ما تستطيع من الإنصاف من نفسك، أن تحقق أنت في نفسك القسط والعدل وفي الآخرين. متفقين؟ وتسير نورا في الأرض. تسير نورا في الإيه؟ في الأرض. تعين الناس، تعين الملهوف، إنك لتصل الإيه؟ تصل الرحم. يبقى مطلوب مننا إيه؟ مقتضيات النصر أهو. يا أهل غزة، يا أهل القدس، المهدي يقول لكم مقتضيات النصر الآن وكل المؤمنين لدعم هذا الأمر. إنك لتصل الرحم، صلة الرحم، وتكسب المعدوم. الناس اللي بترمي المساعدات في البحر كله هيتحاسب، كله جاي. أبشروا خير، خير إن شاء الله. والناس اللي بتاخد المساعدات دي كله على فكرة كله تحت المراقبة. شغلتي مراقب دولي ومحكم دولي، يعني متراقبين وبتتحكموا وهتتحكموا وهتتحكموا محاكمة على رؤوس الأشهاد. والله أقسم بالله العظيم. خير إن شاء الله، أبشروا. يا أهل الأقصى ويا كل مسلم، كما قالت جدتي السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، هذه مقتضيات النصر، وفي أول صحيح البخاري، وهذا الحديث مشهور اللي هو في الوحي. تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدين وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق، يعني التعاون على البر والتقوى. يعني ما حدش يسيب حد كده وبعدين الناس لما تيجي المساعدات. خدوا هذا المثل لأهميته. إن الأشعريين، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إن الأشعريين إذا قلت بهم النفقة جاءوا كل، حديث ما معناه، جاء كل بما عنده وقسموه بينهم بالسوية. يعني كان قبيلة الأشعريين اللي منهم سيدنا أبو موسى الأشعري، لما بتقل بهم النفقة بيعملوا إيه؟ كل واحد بيجيب المدخرات اللي عنده وبيحطوها في وعاء إيه؟ واحد، ويقسموه بينهم بالسوية. بمعنى إيه؟ أنا عندي شوالين رز، واحد عنده شوالين عدس، واحد عنده شوالين تمر، وهكذا. نجيب كله نجمعه على بعض، واحد تاني عنده حفنة بلح، واحد تالت عنده شوية حفنة خبز، وهكذا. يجمع كل هذه، أو ملابس أو ما شابه، تجمع كل هذه الأشياء من متاع وطعام، كل واحد جاب اللي عنده، ثم يعاد توزيعها بالسوية. يعني اللي جاب شوالين هياخد لما بعد هذا التجميع هياخد زي اللي جاب ايه؟ حفنة خبز. مش واحد ياكل وواحد ايه؟ وواحد يجوع. فتقسيم، يبقى الجيب ايه؟ يبقى الجيب واحد، يبقى الجيب ايه؟ واحد. المتاع واحد، كلنا رجل واحد، كلنا مخلوق واحد، كلنا مؤمن واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم مني وأنا منهم، وأنا أقول من يفعل ذلك فهو مني وأنا منه. حفيد الرسول يقول لكم الآن
الجيب واحد، كلنا شخص واحد، اي حد معاه هيتفرج مع على اللي ما معاهوش هيحاسب حساب عسير. احنا في حالة حرب ضد ابليس والدجال، وهذا اعلان حرب. وفي حالة الحرب منع اي متاع او طعام عن المحتاجين خيانة لله وللمهد الذي يحدثكم الآن، محمود صابر إبراهيم عبد الكريم حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل واحد معروف، والخاين هو الأظلم، تبقى جبته لنفسك. جاهزين؟ أي حد من الأثرياء في هذه الأوقات لا يعطي الحق للفقير هتتحاسب. نعم، هتحاسب في الدنيا قبل الآخر وهتتجاب. احنا في حالة ايه؟ حالة حرب. هعرف حضرتك، دي اسمها خيانة لله ورسوله. جاهزين يا شباب؟ هذا على مستوى كل الكون، بل وكل الأبعاد والملك والملكوت. قال هل بلغت؟ اللهم اشهد. الكلام ده طبعا مش من دماغي، ده كلها مشهورة. هذا الخواطر القرآنية لا أخرج إليكم من نفسي كده بمجرد، لا، ده في مجلس كما أخبرناكم يقام، هو مجلس إدارة الكون الذي يترأسه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويتم الاتفاق في هذا المجلس على ما أقول وما لا أقول. فكل حاجة اتقالت هنا بمجلس من جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباستلام من عقيلة بني هاشم سيدة السيدة زينب، بعد استلامها من الإمام الحسين، وبعد استلام الإمام الحسين من الإمام علي، بعدما استلم الإمام علي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أسلفنا من قبل. وطبعا يحضر في هذا المجلس جميع الأنبياء، أبينا إبراهيم وموسى وعيسى وأبينا آدم عليه السلام سيدة حواء وهكذا. هذا المجلس هو مجلس إدارة الكون، اللي إبليس والدجال عايزين يستبدلوا هذا المجلس بمجلس الإيه؟ الماسون. لا إله إلا الله، كيف يعني؟ هذا المريض الذي هو إبليس الذي غلبته نفسه، نسأل الله سبحانه وتعالى. إما يعني إحنا يعني المجلس يعني قلنا لهم الإيه في بداية هذا الإيه البث، طيب قلنا لهم الإيه الفايدة، عشان بس ايه، والفايدة الاخيرة، التحذير الاخير عشان اللي جاي هيبقى جميل ان شاء الله باذن الله. طيب خلاص، يبقى تحويل الطاقات كده ايه، يبقى اللي معاي ايه يخليك ايجابي كده، وتشوف الناس اللي محتاجة. الناس اللي محتاج، اي حد بيخبي السلعة هتتجاب ما تزعلش مني. يعني ايه الناس اللي بتساعد؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله سبحانه وتعالى يعلم. والأيام اللي جاية الناس دي هتفرح، وهتفرح قوي، معروف. كل واحد راجعوا أنفسكم، ويا ريت الإيجابيات والحاجات الحلوة هي اللي تطلع، خصوصا إن احنا في رمضان وفي حالة حرب وفي حالة يعني الله سبحانه وتعالى بيميز وبيمحص هذه الأيام، وبيبين النظيف من اللي محتاج ينظف. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا كده ايه مقدسين بقدسه، فهو القدوس سبحانه وتعالى. مقدسين يعني ايه؟ يعني قلوبنا قلوب سليمه وطاهره ومطهره من الله سبحانه وتعالى. ربنا طهرنا جميعا من جميع الايه، من جميع الامراض الباطنيه والظاهريه، ومن جميع الدنس ويجعلنا جميعا كما يحب الله ويرضى، طاهرين مطهرين وينقنا جميعا. جاهزين يا شباب؟ بعد كده الفقرة الأخيرة اللي دايما بينتظرها يعني كثير من الناس، يعني إيه اللي هي الخواطر أو أنوار الوحي الإلهي. طيب إحنا كنا توقفنا عند سين كلمة بسمي اللي هي في الفاتحة، في قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تشير بسكونها إلى اطمئنان قلب المؤمن بالله، حيث أنه صار متحدثا بسم الله سبحانه.
شوف الانوار دي والشغل ده كده. بقى متحدث باسم مين بعد ما استعاذ بقى بالله واتكلمنا بقى ومشينا في موضوع الاستعاذه اللي عايز يراجع الحلقات. لا وصلنا بقى للسين كده والاطمئنان. فسكون السين يعني ايه؟ يعني يا ايتها النفس المطمئنه. بيتكلم ليه مطمئن؟ لانه يتكلم باسم مين؟ باسم الله. فتكلموا باسم الله، وقوموا باسم الله، واجلسوا باسم الله، واسكتوا باسم الله، وتنفسوا باسم الله، وجاهدوا في سبيل الله باسم الله، وادعوا الى الله والى رسوله باسم الله. فباسم الله نجول، باسم الله نصول، باسم الله نجلس، باسم الله نقوم، باسم الله نتكلم، باسم الله وعلى الله توكلنا. فباسم الله. جاهزين يا شباب؟ يبقى باسم الله كده ايه؟ في كل حاجة. يبقى مش بيا ولا بحضراتكم، لا، ولكن بالله. بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. الأمر وأنا أول المسلمين، فأنا أمرت بهذا الأمر في هذا الزمن، وحضراتكم مأمورين معايا بإن احنا نبقى بيه باسم الله نسير في الدعوة إلى الله وإلى إيه؟ وإلى رسوله. فهذا من أنوار إيه؟ سكون سين كلمة باسم الله الرحمن الرحيم. طب لما نعمل كده أبقى مطمئن. ليه؟ معايا ركن. ركن أو آوي إلى ركن إيه؟ شديد. في ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى نركن إليه في كل ما إيه؟ فيبقى قلبك جامد كده. ليه؟ لأنك باسم الله تتكلم، ما لا منتظر حاجة من حاجات ولا هكذا، يبقى باسم الله. فتبقى ترقت النفس، أصبحت نفسي إيه؟ مطمئنة بالله. طيب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب يعني إيه؟ يعني النفس دي بتبقى في الوقت التي تلك النفس في الوقت الذي صارت فيه نفسا تتحرك وتسكن بالله، في الوقت ده هي بقت فين؟ بقت دخلت في عباد الله، أصبحت منصورة. دخلت هذه النفس فين؟ في عباد الله، وصارت إيه؟ وصارت منصورة بالله سبحانه وتعالى. في حاجة كده معلش في البس، احنا إيه؟ معذرة. يبقى النفس دي التي تتحرك وتسكن بالله أصبحت دخلت، فادخلي في عبادي، دخلت في عباد الله، وصارت في هذا الوقت في جنة الله، لأن ذكر الله هو عين الجنة. حقيقة الجنة هو أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. يعني الوقت اللي أبونا آدم عليه السلام أكل فيه من الشجرة، الوقت ده هو بره الجنة خلاص، صدر الحكم. ولكن تنفيذه إمتى؟ تنفيذه بقى بعد إيه؟ الحوار اللي حصل ما بين الله سبحانه وتعالى ولما أكلت وكده، وخرجوا منها جميعا إلى كده. ولكن هو في الوقت اللي كان فيه، يعني في الوقت اللي هو خرج فيه عن الدائرة، دائرة الحفاظة، دائرة حفاظة الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره، وأن أكل من الشجرة وخالف تلك الحفاظة، هو بقى بره الجنة خلاص. طيب ما نيجي نعكسها، الوقت الذي أقوم فيه بتنفيذ أمر الله أنا جوه الجنة. إذن فأنا ما بين الجنة والنار في كل وقت. الوقت الذي أكون فيه على ذكر كامل، يعني إيه؟ يعني فاكر الله، يعني بنفذ أمر الله، بتحرك بالله وبسكن بالله، أنا فين هنا؟ أنا في عباد الله وفي الجنة. طب وقت الغفلة خرجت من عباد الله وبره الجنة. طب رحت المعصية، أنا رايح كده في النار والعياذ بالله، دي هلاك، المعصية هلاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ أن يعفو عنا وعنكم، أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى ببركة سكون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في حرف سين كلمة بسمي. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المرجع والمصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حرر المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومصر وكل بلاد الكون من الظلم والجور، وأقم يا مولانا القسط والعدل في الكون كله، وأكرمنا يا مولانا واستخدمنا لإقامة الدين ومنهج الخلافة على منهاج النبوة كما أمرتنا، فوفقنا لما تحبه وترضاه. آمين. والله الموفق والمستعان. ونختم كما بدأنا، بدعاء الطريق ثم الهداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك كل ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم
علم اصول الفقه وعلوم اللغه العربيه وعلوم القران الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وفقنا الى حقيقه معرفه تفسير القران ومعرفه تاريخ الاسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وفقنا الى حقيقه الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وفقنا الى حقيقه الحكمه كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، واجعلني وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، واجعلني وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله. تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: 1. ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2. تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3. قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله، آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4. العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5. الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة أبديا التي هي لا إله إلا الله، فإن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.